أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يشرفني أن أحل عليكم ضيفا في بيوتكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع من البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن يؤمن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا العربية والإسلامية، وأن يحل الأمن والسلام في ربوع العالم الإسلامي. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم عن وتكلم عن مضغتين هامتين في الجسد، إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللسان أو القلب، أو القلب واللسان. حقيقة الأمر أي جارحة من الجوارح يعني عملها شيء جميل وطيب ومؤثر، لكنها قد تعود على الإنسان خاصة. يعني العين عندما تنظر هنا وهناك، أو يعني إذا غضت عن محارم الله أو غضت عن عيوب الناس، هذا شيء طيب. والأذن إذا لم تستمع إلى الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس ونشر الفتن في المجتمع، ويعني إشاعة الفوضى في المجتمع عن طريق أن نستمع إلى الإشاعات من هنا وهنا، شيء طيب. أن تكف اليد عن إذاء الناس أو عن كتابة، مثلا إذا كانت مهمته أن يكون كاتبا، أن يكتب بيده شيئا يوضع له في ميزان حسناته، هذا شيء طيب. وإن خط شيئا آخر يوضع له في ميزان سيئاته، فهذا يعود عليه. القدم كذلك. فالجوارح قد تعمل لصاحبها، أما القلب بالذات فلا يعمل لصاحبه فقط، لا، القلب طبعا واللسان، لأن اللسان ده مترجم عما في القلب. القلب ده عبارة عن مخزن، مستودع، واللسان معبر عن ما في مكنونات القلب. فأنا لو قلبي الإناء مليء بالعسل، فأنا أدخل المغرفة أو الشيء اللي أخذ من هذا الإناء، لن يخرج حنظلا، ولن يخرج قطران، أو يخرج سبحان الله رمل، إنما إناء العسل إذا أخذت منه أخذ عسلا. فإذا وضعت في هذا الإناء شيء آخر، فالمغرفة تأخذ الشيء اللي أغترب به، يأخذ من هذا الإيه، من هذا الإناء. فإذا رأينا إنسانا بذيء اللسان يبقى لازم يكون بذيء القلب. إذا كان إنسان وضيع اللسان يبقى وضيع القلب. إذا كان منحط اللسان يبقى منحط القلب. إذا كان سبحان الله ذكي اللسان يبقى ذكي القلب. إذا كان قلبه فيه الخير تظهر في على لسانه كلاما طيبا. أما قضية أن فلان لا تغضب منه فهو قلبه طيب وأبيض، ولكن هو له فلتات، نقول لا لا لا، يصلح قلبه. لأن لو صلح قلبه، مش صلح لسانه بس، لا، صلحت جوارحه. زي قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. المنبع والمخرج القلب واللسان. تكلمنا عن اللسان كثيرا. البيوت تأمن والمجتمعات تأمن، ونحن نتكلم عن البيوت الآمنة عشان الصراعات القائمة الآن في العالم كله نتيجة القلوب المريضة والقلوب السقيمة والقلوب الميتة والقلوب اللي عليها غشاوة. تعالوا كده نذكر بأنواع القلوب وعجائب القلوب. وأنت ولدي المشاهد وابنتي المشاهدة والذين يحبون ونحبهم في الله، أنا هصف قلب قلب، يعني إذا سمحت لنا الحلقة وقتها بهذا، وشوف أنت قلبك تبع من. والله إن كان قلبك سليم أسجد لله شاكرا، لأن كل واحد فينا بيدعي أن قلبه سليم. النصاب يقول لك أنا قلبي سليم، والحرامي قلبه سليم، والذي يفتري في خلق الله سليم، واللي بيبقى بعشرين وجه وهنا يجلس مع المصلين يقول لك الصلاة، يا سلام على الصلاة. إذا جلس مع المزمرين مزمر، مع المدخنين مدخن، مع الفوضويين فوضوي، هو ما شاء الله ملون ألوان قوس القزح، مش سبع ألوان، لا، ده هو 700 لون كل يوم بلون، كان حرباء. حرباء
مصيبتها ان وقفت على الاخضر تصير خضراء، وقفت على البني تصير بنية، يسموها في علم الحشرات وعالم الحيوان صفة المماتنة. المماتنة اللي هي التلون بكل سطح تقف عليه. فان جلس مع اهل الخير يقول يا سلام الشيخ عمر ده مفيش منه، هو المريدين بتوعه كلموا في الله كلموا كلام جميل. يروح مع اهل مش عارف الفوضى يلا يا شيخ ساعة الحظ لا ايه لا تعوض، وهكذا. هو يعني سبحان الله لكم لكم عليكم عليكم كما يقول اخواننا باللهجة العامية. اولا اسلم القلوب وانقى القلوب وافضل القلوب بعد قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القلوب السليمة، وده اول نوع من القلوب. يعني الفوضى اللي في العالم كله عشان القلوب غير سليمة. والعجيب ان المليار و500 مليون الا واحد، يعني من مليار و500 مليون الا واحد. الواحد ده يقول ايه؟ يقول يا اخي القلوب ما اصبحتش سليمة، الناس قلوبها غير سليمة. تمام؟ هو يصف مين؟ يصف المليون واربعمية تسعة وتسعين وتسعمية وتسعة وتسعين الف بني ادم ما عدا هو، هو بس اللي صاحب القلب السليم. مع انه لو عرض على استاذ قلوب، يعني استاذ قلوب يعني شوف ضيق الشريان والصمامات وغيره، لا هو يرى صمامات الايمان فيه، فهو لا يرى قلبا سليما في العالم الا قلبه هو بس. مش اللي هو بس، لك انا قلبي قلب عثمان بن عفان، يقول هكذا انا قلبي قلب ابي الدرداء، قلب كده قلب عبد الله بن مسعود. يا الله، طب ما العالم من يقول لك من الناس، والناس يقولون عنه هكذا. طيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى ده القلب الوحيد المقبول عند الله يوم القيامة. سليم من ايه؟ اول شيء سليم من الافة الكبرى، الكبر. اذا كانت الخمر ام الكبائر فالكبر ابوها، والعياذ بالخمر ام الكبائر، هكذا يقول عنها صلى الله عليه وسلم. الكبر ابو الكبائر. ليه؟ لان المتكبر لا يرى الا نفسه، وشايف ان هو من صناعة خاصة ومن طينة خاصة. الناس مخلوقين من طين، لا هو لك انا غير يا رجل، انا مختلف، انا اصل الناس يا اما مثلي يا اما ان يحاولوا ان يكونوا مثلي يا اما لن يكونوا مثلي. يا ستار يا رب. طب انت لما تشيل تحذف هذا الانسان وتضع ابليس، فابليس يطلع متكبر صغير بجوار هذا المتكبر الكبير. حتى ربنا لما تكلم عن الكبر والعلو، العجيب ان الانسان احيانا ما بياخدش باله، قال ان فرعون علا في الارض، مش علا في السماء، لا علا في الارض. طب في حد يعلو في الارض؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذا العلو الذي في الأرض ما هو في الأرض يبقى مش علو. في واحد يعلو في الأرض، اللي عايز يعلو يطير يطلع فوق سبحان الله، لكن هو لا يستطيع. إذا القلب السليم أول علامة له تواضع صاحبه، يرى أنه أقل الناس وأكثر الناس ذنوبا، وانه هو مقصر من ناحيه الاسلام، ومقصر من ناحيه دينه، ومقصر من ناحيه وطنه، ومقصر من ناحيه مؤسسته اللي يعمل فيها، مقصر من ناحيه زوجته واولاده، مقصر من ناحيه جيرانه. اول ما يشعر بالتقصير يبقى الانسان متواضع. اول ما يشعر انه هو متكامل يقول لك لعلمك، عارف الوزاره دي من الوزير لغايه الراجل الحارس اللي واقف على الباب، على دماغي انا اللي شايل المؤسسه. عارف يوم ما يحالين للتقاعد المؤسسه اللي تخرب والوزارة دي ولا لا إله إلا الله. هو عامل أنه مدار الكون كله، وعشان هو مدار الكون قاعد يوزع على الناس جنة ونار. يقول الله ابن أخويا ده أنا أشك أنه داخل الجنة، ابن أختي ده يا الله أنت معك المفاتيح وأنا مش عارفين. إذن المصيبة الكبرى أنه يرى أنه عينة فوق الناس. عارفين عمرو ابن كلثوم لما يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. يا الله يا الله، هو لما يشرب ماء صافي، أما غيره دول ناس أوباش السوق والدهماء، هو بالنسبة له لأنه متكبر يرى أن الناس لازم يشربوا كدر وطين. لما الرضيع عندهم يفطم عند سنتين الجبابرة بتوع العالم يجوا يسجدوا له. تخيل الرضيعهم ده ما شاء الله عليه
لو دخل على الثانويه العامه ولا على كليه الحاسوب ولا امال الناس تعمل فيه ايه؟ هو رضيع ها او مفطوم وسجدوا له الجبابره. امال لما يكبر شويه؟ تخيل هذا الكبر العربي الذي في غير موضعه جاء الاسلام لينهي هذا لينتهي. سبحان الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سار جعل صحابته يسيرون امامه ويقول خلوا ظهري لملائكة ربي، لانه كان لما يمشي الارض تطوى له طيا كأنما ينزل من منحدر، يعني كانه نازل من جسر يعني من منزل، فالارض تطوى له. عارف المطارات لما تجد السير الكهربائي انت بس واقف والارض تتحرك تحتك، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فعشان لا يجد اصحابه تواضعا منه سبحان الله يعمل ايه؟ يخليهم يمشوا امامه عشان لا يجهدهم في المشي، لان ربما مش واخد باله ان فيهم ضعيف فيهم متعب فيهم مريض فيهم. هكذا تواضعه صلى الله عليه وسلم. تروي كتب السير انه ما رؤي مادا قدميه في بين صحابته قط، لما يجلس كده ما يمدش رجليه ابدا سبحان الله، واذا وصل الى المجلس جلس حيث وصل به المجلس. لما يوصل المجلس يجلس في مكان ليس له صداره سبحان الله. وكان يقول هل ادلكم على رجل من اهل النار؟ يا ستار يا رب، رجل من اهل النار من يا رسول الله؟ قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام. لا اله الا الله، ليه الكلام ده كله؟ احنا كلنا كلكم لادم وادم من تراب. اول الاعرابي ما شافه قالوا هذا رسول الله. الرجل ارتبك وارتعش، طبعا الرسول له هيبه انواره صلى الله عليه وسلم تسطع، فارتبك الرجل. قال له واضعا يده الحنون على كتف الرجل هون عليك، ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. الله، يعني انا انجبتني واحدة صالحة اسمها آمنة بنت وهب كانت تأكل القديد، يعني انا من الناس، لست عينة خاصة، ده من عدية القوم. امال التاني من ايه؟ من صفة القوم. الانسان يعلو باخلاقه، يعلو بدينه، يعلو بتقواه لله، يعلو بتوكله على الله. اما الانسان يعلو بكلمات ولا بذراع ولا بقتل الناس وايذاء الناس، ماذا يقولون لرب الناس يوم القيامة؟ اول صفة يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا القلب السليم ده اول صفة فيه انه قلب شخص متواضع. ان كان بين الناس فكبير الناس له اب، وصغير الناس له ابن، واوسط الناس من في عمر له اخ، فهو بار بابيه واصل لاخيه عطوف على ولده. هكذا هو مع الناس. وبعدين ينظر الى الناس على انهم احسن منه، يقول يا سلام فلان ده انا مولود سنة 60 هو ما شاء الله مولود سنة 40، يبقى ايه بعشرين سنة. طيب اللي مولود سنة 40 ده عشان احسن مني عند الله، ليه؟ لانه سبقني بالحسنات على مدار 20 سنة. طيب اذا كان العكس، هو اللي مواليد 60 هو مواليد 40 والتاني اقل منه 20 سنة من مواليد 60، يقول ايه؟ يقول لا، اللي اصغر مني ده افضل عند الله مني. ليه يا عم؟ يقول انا سبقته بالذنوب، انا سبقته بالذنوب. واذا كان في عمره يقول انا اسوأ منه لانني اعرف من الذنوب ما لا يعرفون. اهو ده علامة القلب السليم، ان يرى نفسه اقل الناس، وينظر في الدين الى من هو افضل، وينظر في الدنيا الى من هو اقل. يعني لما يلاقي واحد سبحان الله يعني هو في الدنيا ركب على اقدامه سبحان الله، يقول الحمد لله ان عندي صحة واستطيع المشي. ده في واحد ما عندوش صحة ولا يستطيع المشي، مش اول ما هو يمشي على رجليه نظر للراكب السيارة ملايين. يا ابن الحلال لا، يعني لا تتطلع الى ما عند الناس، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اذا وجب عليك الا تستقل نعمة الله عليك. ولكن هذا الموضوع يحتاج الى تفصيل اكثر، ونحن نتحدث عن القلب السليم. سلم الله قلوبنا جميعا، ارجوكم كونوا معنا بعد الفصل ان شاء الله، نواصل عن عجائب القلوب والقلب السليم وغير السليم. سلم الله قلوبنا بفضله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وما زلنا مع القلب السليم الذي خلى من الكبر، او خلى الكبر من صاحبه، او ابتعد صاحبه عن الكبر فيرى الناس كلهم افضل منه، وده علامة القلب السليم الحقيقية.
لان اول ما ارى انني خير من فلان خلاص صرت ابليسي النزعه. الجينات الشيطانيه او الابليسيه هي التي تضيع على الناس الاعمال الخيره. ليه؟ لان دايما للاسف اللي شايف نفسه افضل من هو شايف نفسه افضل من زوجته، شايف نفسه افضل من اخيه، شايف نفسه افضل. الله، هو صاحب الجنه ماذا صنع؟ قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا. فلما الكبر دخل قلبه اصبح قلبه مش سليم. قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا. وبعدين قال دخل جنته وهو ظالم لنفسه. جه منين الظلم؟ لانه متكبر، ظلم روحه. لان الانسان يجب ان يتواضع. ليه يتواضع؟ لانه من الطين، هو في طين ندوس عليه يتكبر. يعني امشي طر ان استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. يعني انت عايز تشعر انك متميز، طير في الهواء، لان غلط انك تعيش على ارض الناس. يعني عيش مع الناس لان انت منهم. فاذا القلب السليم قال ليس فيه هذا الكبر. لا يعرف هذا القلب الحقد ولا الحسد ولا الضغينه ولا البغضاء ولا المكر ولا اللف ولا الدوران. قلب كده لما تعصره يقطر محبة للناس، بس بإيجاز، يعني يحب الناس، عنده محبة للناس، لا يكره الخلق، بالعكس يحبهم في الله. وإذا أبغضهم يبغضهم في الله. يعني يبغض عمله مش يبغض الشخص. يعني جيت واحد مثلا جار لي والعياذ سكين خمر لا يصلي، لا أبغضه كشخص، أنا مالي بيه، ربنا يهدي له حاله، هو أفضل مني عند الله من عياره، أيوة توب اليوم أحسن مني 100 مرة، لكن أبغض عمله، أبغض إنه لا يشرب الخمر، عديم الصلاة، لا. فالمؤمن يعني يفتح صدره وقلبه لمحبة الناس. في نوع من القلوب اللي هو القلب الساكن. ربنا يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبين أن ينزل السكينة. الله لما ينزل السكينة في قلب عبد يخليه يطمئن. إيه اللي رعب الناس؟ العالم كله يخوف، العالم كله يخوف العالم كله. كله يقول لك إيه؟ في الغد لن نجد قطرة ماء لنشربها، في الغد سوف تقل نسبة الأكسجين. خلاص يا عم ما تقول القيامة هتقوم وخلاص، هتيأس الناس من رحمة الله. ليه؟ لما فيه حياة يبقى فيه ماء، ما فيش حياة ما فيش ماء، أو ما فيش ماء ما فيش حياة. إذا كانت هي الأسباب، يعني لما ربنا يشاء بزوال هذا الكون خلاص، يعني يعمل زي يعني كده يقطع عليهم الرحمة. معقول يعني هذا الكلام؟ لا تيأسوا الناس يا عم، طالما في حياة في أسبابها. ما فيش أسباب خلاص ربنا سبحانه أراد بالناس أمرا آخر. يعني خلي السكينة تنزل إلى قلبك، لا تخف من الغد. تقول لو أن المدير إن لم أنافقه، أو الوزير إن لم أعطيه قصيدة كلها مدح ونفاق لا يرقيني وقد يستغني عني، والعياذ بالله. يبقى رزقك عند المدير. قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني لا البنك المركزي ولا غير المركزي يصل الى ايه؟ الى السماء اللي فيها مصدر الرزق. ليه؟ لان الرزق نازل من ايه؟ من فوق. ورزقك كما قلت لك يسعى اليك وانت لست تسعى اليه. هو جيلك جيلك يا ابن ادم. لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك. ولو فررت من الرزق فرارك من الموت لأدركك الرزق كما يدركك الموت. هي دي سكينة القلب. الناس كلها في رعب، ولك لو بكرة أحالون على التقاعد أروح فين؟ ولو فصلون العمل منين نطعم العيال؟ الله، هو أنت اللي تطعم العيال؟ خلاص إذا كنت تطعم العيال طب ما تطعم الناس. يا ابن آدم، سيدنا علي يقول إيه في خطبة جمعة شهيرة له؟ يقول يا ابن آدم إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. أنت ملياردير عندك 60-70 مليار 100 مليار 500 مليار، طب ارزق الخلق يوم واحد. 7 مليار دول اكلهم وشربهم واكسهم واعمل لهم ويسر لهم. يا اخي لا تستطيع. وان غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. انت لن تقوي ولا يا ربي انا ضعيف، فقوي يا ربي في رضاك ضعفي. يبقى هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليه؟ ليزدادوا ايمانا مع ايمان. السكينة تخلي الانسان يترقى في الايمان. لا تخف من الغد. الغد يا ولدي ويا ابنتي ان كان من رزقك ان كان من عمرك، رزقك جيلك جيلك، بعز عزيز او بذل ذليل. واعلم ان رزق الله
لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. الرزق جاي. يعني الرزق جاي؟ يعني مثال الرزق الناس أظن أنه المال السائل، المال اللي في يدنا، أبدا، ده نوع من أنواع الرزق. الزوجة الصالحة رزق، والولد الصالح رزق، والبنت الصالحة رزق، والسكن والأمن رزق، والطمأنينة رزق، والسلام الاجتماعي رزق، والحكم الصالح رزق، وإخوانك في الله رزق، وجود خمس يعني خمس مرات أذان تسمعه بأذنك هذا رزق، تحبب في قراءة القرآن رزق، الناس تحبك هذا رزق. كل أنواع من الأرض. اشمعنى أنت ركزتها في الإيه؟ في الرزق السائل. ده نوع. لكن أن ترزق الإيمان، وده أحلى رزق. أحلى شيء أن ترزق الإيمان بالله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالذي ينزل السكينة إنما هو رب العباد. بس في نقطة، لما أنت تسكن قلبك بيقينك فيما عند الله السكينة تنزل عليك. أما إذا كنت مشوش وقلق وخائف من الغد، من الواجب ألا تخاف من الغد. بالعكس بالعكس، قال شاعرنا: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق، وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. الله، كلام الحكماء جميل. يعني لا تكن متعرضا، يعني ما تعترضش على الأحكام. قول يعني الولد ده مريض، بكره يخف ان شاء الله ويشفى. البنت دي يعني ان شاء الله ربنا يصل لها امرها. الولد ده متعثر في الدراسه، ربنا ياخد بيده. المره دي لم تنجح، ما فيش مشكله. يعني اذا القضيه خليها على الله ورب العباد سبحانه وتعالى. اذا اعطي الامر كان الامر عنده بين الكاف والنون، كن فيكون. خلاص. ليه؟ لان الامر عند الله لا يحتاج الى وقت ولا الى اسباب ولا الى مسببات. اذا اراد شيئا خلاص انتهى الموضوع. فدايما ادعو الله ان ينزل عليك سكينته. لما تنزل السكينه على قلب المؤمن، الله اكبر. في نوع من القلب، القلب المهدي، قلب المهتدي. ومن يؤمن بالله فليهدي قلبه. الله. يعني ايه يا استاذ؟ ما احنا كلنا مؤمنين بالله. يعني احنا نؤمن بالله ساعه الرخاء، ساعه الحاله فيها بحبوحه. اول ما نمرض يقول الم صدري، قلبي، دماغي، عيني، اذن. لا اله الا انت يا اخي لمن تشكو؟ يا اخي ليك يعقوبي المذهب، انما اشكو بثي وحزني الى الله. خلي شكواك لله. مش كل ما تقعد الزوجه تشتكي، مع الجيران تشكو، مع الزملاء في العمل تشكو. طب وبعدين انت تشكو من؟ تشكو الاقدار لصاحبها سبحانه؟ تشكو الدنيا لخالقها؟ يا اخي سيدنا يعقوب قالوا تالله تذكر تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، واعلم من الله، وانا بشكو لكم، انا بشتكي الى الله. شوف شكواه لما يوصلها لله تحل. لما ترفع انت امرك الى رئيس الدوله او الى الامير او الى الحاكم يكون سبب في حلها، فما بالك بمن يرفعها الى ملك الملوك سبحانه وتعالى. خلاص ترفع شكواك كيف؟ الثلث الاخير من الليل قم كده لله وصلى ركعتين. وانا اؤمن الامه كلها، كل المشاهدين والمشاهدات، ان يقوموا بالليل فرادى وجماعات ويصلوا صلاه تهجد وصلاه حاجه بكشف الغمه عن ابنائنا وبناتنا في سوريا. ومش في سوريا وبس، وفي العراق، في لبنان، في السودان، في اليمن، في مصر، في الجزائر، في كل مكان في ارض الله. لان استجلاب الرحمه الالهيه بكثره الدعاء، ان دعاء السحر هو سهام القدر. ادعوا على الظلمه، وادعوا على ان ربنا يؤمن المسلمين في بيوتهم ويجعل بيوتهم امنه. في نوع من القلوب ايضا، القلب الخاشع. يا سلام، القلب الخاشع ده هو ايه؟ يعني قال ربنا: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لما تقرا القران وما تشعرش ان قلبك كده خشع وخاف من ايات العذاب ورجاء ايات الرحمه، يبقى قلبك بعيد، بعيد تماما. انا عايز قلبك ايه؟ يخشع. عايز تمرين، عايز تتدبر، توقف وقول يا الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل في فرعون وملأه كده، يا الله. ليه؟ فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. الله، يعني من اعمالهم سلط عليهم. يا خبر، يبقى اذا مش من ظلم فرعون بس، لا، من من
من فعل التابعين الذين ينافقون ويدبجون. سبحان الله. فالمؤمن الصادق لابد ان يخشع قلبه لذكر الله. ألم يأتي الوقت، يعني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لما تذكر الله ويذكر الله أمامه، كان عمر الله يرضى عليه عنده خطين تحت عينيه، الخطين دول تحت عينيه من كثرة البكاء، البكاء عمل مجرى في عين عمر. كثرة البكاء منين؟ يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا، ألا خشيت أن أكون أنا هذا الواحد. يا الله، مش إحنا كل واحد صلى ركعتين ولا مرة واظب على الصلوات في المسجد يقول خلاص الحمد لله. شو يا أستاذ، أنا رحت العمرة من شهرين صليت هناك بتاع يمكن 200 ركعة. شو ركعة يا أستاذ ب 100,000؟ هو أنت تبع المصرف المركزي يحسبها بالعدد؟ فإذا القضية عايزة، يعني أنت أولا اصنع الخير وادعو رب العباد عز وجل، يعني سبحان الله العظيم ايه يعني يتقبل. بس طيب، في نوع من القلوب اللي هو القلوب القاسية، قلت في لطيف فبما نقضهم ميثاقهم، لما الكلام عن اليهود والعياذ بالله، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يا الله، القضية مش على بني اسرائيل بس، لا، اي قوم، اي امة، اي جماعة يعني تنقض ميثاقها مع الله عز وجل. سبحان الله، ربنا يجعل قلوبهم قاسية لا تقبل الحق. اضرب لك مثال، فرضنا جدلا انا اعمل في هيئة او مؤسسة اشترطت علي شروط معينة، يعني عشان تعمل عندنا تأتي الصباح الساعة 7 وتترك العمل الساعة 4، لك ساعة راحة في اليوم، لك يوم في اجازة في الاسبوع او راحة، لك في السنة كذا وراتبك كذا. تمام، جيت انا رحت ملخبط الميثاق بيني وبين المؤسسة، اروح الساعة 10 صباحا وامشي الساعة 1، اروح ساعتين وامشي، اخد ساعتين راحة وثلاثة، بدل ما اغيب يوم في الاسبوع اغيب لثلاثة ايام. يعملوا ايه اهل المؤسسة؟ ينذرون الاول، ما فيش فايدة، يحولون للجهة القانونية، ما فيش فايدة، يتم الفصل خلاص. ولله المثل الاعلى، رب العباد اوجدني بعقد عبودية، انا موجود في الدنيا بعقد عبودية، هذه العبودية يجب ان لا تخرج عن حدود هذا الميثاق. سبحان الله، فاذا لم تخرج عن حدود بهذا المنطق، سبحان الله، فاذا هذا هو القلب القاسي. والقلب القاسي اللي هو ايه؟ لما البنت يجدها عريس مناسب، لا 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 لا، ده من صفة القوم، ده ينتسب لنا احنا عائلة فلان، يجينا هذا العريس، ده يا ابن الحلال، هو مش ابن 9 برضه؟ يعني مش انت برضه مكانت بطن امك 9 شهور وهو 9 اشهر؟ مش انت من طين يا ابن الطين وهو من طين؟ انت ليه يعني؟ انت من قطعة ذهب وهو من قطعة حجارة؟ يا اخي كلكم لآدم وآدم من تراب. لكن ده هو عامل انه سبحان الله، هذا قلب قاسي. قلب القاسي ده مع زوجته متعب، مع عياله متعب، مع اقاربه والعياذ بالله، يعني لا الامر، عشان لا اكون متعبا معكم ادعكم تستريحون مني قليلا ثم تعودوا الي ان شاء الله بعد الفصل حتى نرى ما أنواع هذه القلوب العجيبة التي تحويها صدورنا. اللهم ألن قلوبنا لذكرك واجعلها خاشعة لينة لك يا رب العالمين ولعبادك أنت ولذلك والقادر عليه. خليكم معي بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتجول بين عجائب القلوب أو القلوب وعجائبها. في قلب يسمى القلب اللاهي، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه لاهية قلوبه. يا الله، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبه. يا الله، القلب اللاهي ده لما تيجي تذكره بالله، ويا فلان عندنا درس علم في المنطقة، يا عم الله يرضى عليك، يا عم الشيوخ دول ناس يبدو عليهم مش عايشين في المجتمعات وعايشين في برج عادي، كلمونا بس عن الحلال والحرام. يشوف يا عم الله، هو انت تظن انك تستطيع ان تعيش في العالم من غير دين؟ يعني الدين هو يعني هو عمود وركن الحياة الاساسي، والا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة، ولا دنيا لمن لم يحيي دين. ما كنتش انت تحيي الدين تضيع الدنيا، الناس كلها تظلم بعضها ويتعدى ناس على بعض، وهذا يرتشي وهذا يسرق وهذا يقتل. الله، احنا مش شايفين بعض طغاة العالم اللي بيقتلوا شعوبهم منين؟ من عدم وجود الدين.
لو ده ربي صغيرا بين اب يعرف الدين، لكن عمره ما شاف ابوه يصلي ولا يقول الله، والله اعلم بمذهبه وملته، وبعدين تحكم في رقاب الناس، ماذا صنع؟ قتل الناس. ليه؟ لغياب الدين. فانت لما تسمع ان طبيب مهمل ترك مش عارف ايه في بطن المريض في العمليه، وما عندوش دين، لو عنده دين كان يدقق. ان الله يحب اذا عمل احدكم ان يتقنه. الواحد لما يعمل عمل لازم يتقنه. فالقلب الله ده قلب لما تذكره بالله يشمئز، واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. سبحان الله. فانا اريد من هذا الحوار كله ان اقول ان الانسان لو اصلح قلبه وجعله سليما، والله امن هو وامن وامن من حوله وامن الناس منه. ليه؟ لانه لما يكون قلب مليء بمحبه الناس، الناس تحبه ويوضع له القبول في الارض. لما يكون قلبه مليء بالتغافل والتغافر والسماح للناس والعفو عن الناس واستيعاب الناس، يعني سبحان الله، بهذا المنطق يصير قلبا سليما ان شاء الله. وعشان تصير قلوبنا سليمه بدات ان شاء الله الاسئله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. الو، ام فاطمه من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه اهلا وسهلا يا بنتي. بالله يا شيخ، قلت لك من فتره اكتشفت ان زوجي يكلم في البنات ومش كلام بس، معناها حتى يمارس معاها في الجنس عن طريق التليفون. لا حول ولا قوه. نعم. صراحه ما قدرت نواجهه بالموضوع وماني قادره اتقبله، فماني عارفه شنو الحل. هل نصارحه بالموضوع؟ هل نسكت ونستمر معاها عادي ما كاني سمعت شيء؟ عندك اولاد يا بنتي منه؟ عندي بنتين. ربنا يبارك فيهم يا رب. طيب يا بنتي، طب هو المشكله يا بنتي، حاضر انا اقول لك ايه اللي تعمليه، لكن هنقول له هو راجل اكيد لا يسمع يعني، لكن حاضر انصحك يا بنتي. حاضر. شكرا شكرا. بارك الله فيك يا بنتي. ام محمد من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك لله يا شيخ. الله يرضى عليك. خفضي صوت التلفزيون شويه يا ام محمد. تفضلي يا ام محمد، اهلا وسهلا. بحبك لله يا شيخنا. بحبك لله. الله يرضى عليك يا رب، يكرمك يا بنتي. الله يخليك. بطلب منك يا شيخ، تدعي عندي بنتين. ودائما بيتقدموا لهم خطاب ودائما يعني بتحصل عثرات وعثرات كده، يعني ما بيتمم الكلام. فبطلب منك تدعي لهم في ثلث الليل. ربنا ايوه ربنا يوفقهم ويديهم اولاد الحلال. الله يا رب يرزقهم بمن يعينهم على طاعه الله، هم وبناتنا وبنات المسلمين ان شاء الله. حاضر. أمانة يا بارك الله فيك. عني حاضر حاضر. بارك الله فيك. بارض عنك. أبو جراح من أبو ظبي. السلام عليكم. هلا والله بهالصوت. يا هلا يا هلا أبو جراح، كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا رجل يا طيب؟ الله يرضى عليك أبو جراح، يبارك فيك يا رب. شخبارك إن شاء الله بخير؟ الحمد لله أبو جراح، تفضل. ينفع علمك المسلمين والمسلمات إن شاء الله. يا رب يرضى يخبر بنا. ادعينا وللوالدة وجميع المسلمين. يبارك فيك يا رب، الله يرضى عليك يا رب، تفضل أبو جراح. هذه في قلوب يا سيدي الكريم ما تلين إلا بليان الحديد، سبحان الله. يا سطار يا رب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف نلين هذه القلوب الحجريه لاخر حتى يورثونها لعيالهم؟ هذا السؤال الاول. طيب. السؤال الثاني، القلوب الطيبه يعني كقلوبكم وقلوب جميع المسلمين ان شاء الله ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، تحس في الراحه الاطمئنيه ويجذبك الانسان، يعني الانسان. نعم نعم، صدقت صدقت. لكلامه لاخلاقه. نعم نعم. نعم. نبي نزرع هذا الشيء، كيف نزرعه في عيالنا في اللي حوالينا في اسرنا؟ جزاك الله خير. الله يرضى عليك ابو جراح، ما شاء الله عليك. الله يحفظك ان شاء الله. فيك ابو جراح، شكر الله لك. السلام عليكم يا طيب. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ام خالد من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شيخ نبي اول تدعي لي يا شيخ، تدعي لعويك يا شيخ. حاضر يا بنت، ربنا يكرمك يا رب، الله يفك كربك. يا سلام. وسؤال اخر يا شيخ، نحكي لك على موضوع القلوب يا شيخ. ايوه. يا شيخ ما عرفت يعني مثلا تدير شيء يعني ما يبيش الناس، بس في قلبه جوا يعني هو يعني هو مش حرام يعني، فتعني في القلب يعني عيب يعني مش لا يعني يخطر في قلب الانسان خواطر معينه، ولكن يعني قصدك هل يحاسب عليها ام لا؟ ايوه يا شيخ. طيب طيب. حاضر حاضر حاضر. جزاك الله خير. الله يرضى عليك يا رب. حاضر، بارك الله فيك. ايوه. طيب نجيب الى ان طيب حاضر، الى ان تاتي مكالمته. حاضر. ام فاطمه على طريق الجاسوسيه المعروفه تيقنت ان زوجها يكلم في البنات، تعمل ايه؟ اولا
كل بني آدم خطاء، وهي من الواجب، احنا لسنا المقصلة الفرنسية للثورة الفرنسية ضد لويس الرابع عشر، لا، ولسنا الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان لما يعجبه إنسان لا يعجبه إنسان يفصل رأسه عن جسده كأنما خلق من غير رأس، أيضا هذه الأحكام لا تنفعنا، ولا احنا النظام السوري اللي الناس مجرد تطلع في الشوارع الرجل يقتل الصغير والكبير، أيضا كلام برضه ما مش منطقي، نحن لسنا كل هؤلاء، نحن إذا سددوا وقاربوا، يعني إيه؟ يعني الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت حدا يا رسول الله، قال هل عندما جئت توضأت أو تطهرت وجئت فصليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. الله، فإحنا الأول أنت يا بنتي تدعو له بالخير، الدعاء بالخير إن شاء الله في في, في وأنت ساجدة كده أن ربنا يهدي قلبه وربنا يشرح صدره ويجعل قلبه لين وقلبه سليم بإذن الله رب العالمين. الأمر الثاني لا تعامليه باحتقار، لا، لأن هو لا تكوني معوانا على مع الشيطان عليه، لأنه إذا شعر أن زوجته هي ناظرة المدرسة مديرة المدرسة وهو التلميذ بتاع أولى ابتدائي ما ينفعش، احنا مش قاعدين له بالمسطرة والعصا إما يا ولد تتأدب، لا، هذا أمر. الأمر الثالث بطريقة غير مباشرة، يعني نلين قلبه بإذن الله رب العالمين وربنا يهدي الحال. أي مكالمة؟ نعم، زهرة من سويسرا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة بالحديث إليك. الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك، أهلا وسهلا. من فضلك أنا أريد أن أسألك سؤالا، أنا أقيم هنا من سنين. أيوة. ومتزوجة تقريبا 3 سنوات ونصف. أيوة. زواج إسلامي شرعي لكن غير موثق. غير موثق من الجهات المدنية. غير موثق. وأنا عندي مشاكل مع زوجي لأنه لا يريد التوثيق يعني، ومؤخرا عرفت انه يعني بيحاول انه ما نجيب اولاد مع بعض. فعندنا بعض المشاكل وحاليا منفصلين، ولكن لم يرمي علي يمين طلاق ولا شيء، وانا حائره لانه لا ادري ماذا افعل. انا بنتي اصلي ومحجبه الحمد لله بنتي. طيب السؤال يعني الحمد لله. السؤال يا زهر معذره، هذا الزوج له اب وام على صله انت بهم ام ما لوش حد كبير؟ ابوه وامه في ذمه الله يعني. طبعا الله يرحمه. طيب هو يصلي الحمد. يصلي ملتزم يعني؟ هو يصلي وملتزم ما شاء الله ما شاء الله. جميل. لا افهم يعني. طيب انا ارجو انا غامض يعني، انا لا ادري هل هو لا يريد توثيق الزواج. ماشي. طيب طيب انتوا بنتي في جنيف ام في لوزان ام في زيورخ؟ انا في جنيف. جنيف. طيب انت روح على المركز الاسلامي هناك، شيوخنا الفضلاء اللي في المركز، وقولوا والله يشغلنا هذا الموضوع، وطالما انسان يصلي سوف يسمع للشيوخ، والحمد لله ان طالما ملتزم يبقى له كبير، ولما الانسان يكون كبير وعالم الدين ده شيء عظيم يا بنتي ما شاء الله. اذهبي هناك وهو ان شاء الله الشيخ والشيوخ الفضلاء اللي في المسجد باذن الله يقوموا هذا الخير باذن الله. طيب محمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مولانا. الله يرضى عليك يا ابني، اهلا وسهلا. بدايه والله يا مولانا بالنسبه للقلوب انا عندي سؤال واحد فقط. نعم نعم. علاج إدبار القلب بعد إقباله. نعم. يعني أنا في الأول كنت الحمد لله أحفظ القرآن الكريم كاملا ومقبل على الله، من فترة كده انقلبت رأسا على عقبي. لا ابن إن شاء الله تنعدل بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. حاضر محمد، ربنا يقوي قلبك يا ابني ويجعله مقبل إن شاء الله. طيب شعبان من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعي لنا شيخنا، ربنا يخليك. يا ربنا يبارك فيك يا ابني ويصل لك امرك. ربنا يخليك، بس محتاج بس وصفه او شيء. المشاكل العائليه بيني وبين زوجتي ما بتنتهيش نهائي. عايزين وصفه كده او دعاء او شيء. حاضر. اتفه الاسباب يا شيخ، اتفه الاسباب يعني. حاجات ما تتفهمش خالص مثلا. انت شعبان عصبي؟ عصبي. وزوجتي عصبيه. وزوجتك عصبيه؟ احنا عصبيين. الله يكون في عوننا يا ابني. طيب حاضر، ربنا ان شاء الله يدير الحال. حاضر ان شاء الله. طيب يا شعبان حاضر، ربنا يدير الحال يا ابني. أم أيوب من ليبيا، أهلا وسهلا، السلام عليكم. طيب طيب حاضر، إلى أن تأتي من طيب. أم محمد من الشارقة، كلما تقدم الخطاب إلى ابنتها تعثرت الخطبة. أم محمد إحنا نتكلم عن الرزق والزواج رزق، فإذا رب العباد سوف يأتي بهذا الرزق،
في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي يريده لا انا ولا انت، ولكن الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى. التزويج والزواج رزق، وياتي في الوقت زي الولاده، الولاده لها موعد، ينزل الجنين من بطن امه في اللحظه الفلانيه، هذا رزق وياتي في الوقت الذي يريده الله فلا تخلقي. ولكن دائما علينا بكثره الدعاء ان شاء الله. ابو جراح بيتعجب من القلوب التي كما هي كما الحديد كيف تلين. والله لا تلين القلوب الا بكثره الاستغفار، ذكر الاخره والدار الاخره، الجلسه مع الصالحين. ده اذا كانت قلوبنا، اذا كانت قلوب الغير ندعو لهم بالخير ان شاء الله باذن الله. طب كيف ننمي في الناس وفي الجيل القلب الطيب؟ احنا دايما نعمل امام الاطفال ان نعفو عن الناس، الا نتكلم عن الناس، لا نخوض في اعراض الناس، لا نسفه اراء الناس. مش لما يطلع متحدث في التلفزيون لا يعجبني رايه اسفه رايه واقلل من شانه، ولا ده كان معايا في المدرسه وكان خيبان وكان بيرسب وانا كنت متفوق عليه، بس هي لا اله الا الله. فالولد يطلع يلاقي ابوه كده منضبط. ام خالد من ليبيا تقول: هل خواطر القلوب نحاسب عليها؟ من كرم الله ان الخواطر لا نحاسب عليها، والا كنا هنروح في داهيه. لكن من كرم الله ان الخواطر لا نحاسب عليها، حتى وصل الامر بالصحابه انهم كانوا يفكرون في ذات الله، قال هذا دليل الايمان، يعني ان شاء الله رب العالمين. نصحنا ابنتنا زهرة من سويسرا ان هذا الزوج في لا يريد ان ينجب اولاد وتعيش هناك في قلق لعدم توثيق الزواج، فانا ارى ان ان شاء الله في المركز الاسلامي اللي في جنيف، وانا اعرف ان فيه ائمة فضل وعلم هدى يروحوا ان شاء الله ويحلوا الموضوع باذن الله. مشكلة ابننا محمد من دبي، علاج ادبار القلب بعد اقباله، ده مشكلة الجميع يا محمد ليس مشكلتك انت. ليه؟ القلوب يا ابني لها اقبال وادبار، احيانا يحبب اليك العبادة، قراءة القرآن، صلة الرحم، العفو عن الناس، كثرة الذكر، مجالس العلم، تنتقل من قناة فضائية تتكلم في الدين الى قناة فضائية اخرى تتكلم في الدين، وفجأة تجد ان القلب خف واصبح في حالة فتور، وبعدين اصبح حالة ادبار. يقول عليه الصلاة والسلام: ان للقلوب اقبالا وادبارا. قلوب لها حالات اقبال وحالات ادبار، فاذا اقبلت فتنفلوا واذا ادبرت فادوا الفريضة. يعني القلب لما يقبل عليك ايه بكثرة الحسنات والخير لان اعمل رصيد، ولما القلب يدبر خلاص عليك بالفريضة كويس. ليه؟ لان القلوب قد تكل، فاذا كلت القلوب تمل، فإذا ملت عميت، فلا ترى الحق حقا ولا الباطل باطلا. فمن لا أجبر قلبي على شيء، وإنما خليها إيه تأتي بالتبعية، عامل زي المريض الطفل المريض نعطيه الدواء بإيه، مش بالعنف، لا يعني محايلات ومداعبات ومساسات، وبعدين نعطيه العلاج لأن العلاج ثقيل عليه سبحان الله. فالقضية عايزة إيه مداواة القلب بهذا الإيه بهذا الأمر. ولدنا شعبان من دبي عايز إيه وصفه كده، يعني روشته لمشاكل مستمره اللي بينه وبين زوجته. هو المشكله في شعبان، سالت سؤال محدد عشان احنا عارفين القصه بتاع ايه لما الزوجين او احدهم يكون عصبي. لما الزوج يكون عصبي تبقى مصيبه، لما الزوجه تكون عصبيه تبقى مصيبتين، لما الزوج والزوجه يكونوا الاثنين عصبيين تبقى ثلاث مصايب. طب نحل ازاي؟ اول شيء يا محمد الحمد لله انك انسان واضح المعارف، فعلا انا عصبي. والانسان لما يكون عنده داء معين ويعترف به ده نص الحل، نصف الحل في اقتناعي بهذا الداء، وبعدين ابحث عن الحل، ده الربع الباقي، الربع الاخير في تطبيق الحل. يعني اقتنع ان انا مريض ده 50% من الحل، وبعدين اروح للجهه اللي تشخص المرض يبقى ده ايه 25%، ال 25 الباقيه عباره عن اخذ الدواء. ما هو الدواء؟ تعهدوا يا ولدي انت وزوجتك لما واحد يبتدي يشتد التاني يتركه، اقول له خلاص يسمع فقط ولا يرد، يعني زوجتك عصبيه رفعت صوتها عليه اسكت الاول لا ترد في هذه الحاله خلاص، ولما يهدأ الجو ابتدي ادرس الموضوع بهدوء. والعكس اذا كنت انت البادئ بالعصبيه وبالانفعال هي من الواجب ايه تتركك لغايه ما تهدأ. لكن الكارثه ان اذا كان انت عصبي وهي عصبيه واتخبطوا ببعض مش هنوصل لبر السلامة، بالعكس. يبقى اذا انا اريد ان اقول، انا اريد ان اقول ان الانسان المؤمن الصادق هو الانسان الذي يستلهم الكرم من الله سبحانه وتعالى،
والإنسان اللي يستلهم كرم الله عز وجل وفضل الله ليه؟ لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أيهما ثبت ثبت وأيهما زاغ زاغ. وذلك كان حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. فالإنسان يستلهم تثبيت القلب من رب العباد سبحانه وتعالى. أما بقية القلوب وعجائبها، سواء القلب المنافق، القلب المريض، القلب البعيد عن الله عز وجل، القلب اللي فيه زيغ والعياذ بالله، لما ربنا نزل آيات الكتاب فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الفتنة ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. إذا القلب اللي إيه اللي يزيق اللي يحب إيه يسأل أسئلة لا تودي ولا تجيب ولا تعود عليه بالفائدة. الصحابة سألوا الرسول أسئلة محددة ونقلهم النبي من المهم إلى الأهم. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام. فقال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين، وأمسك يد الظالمين التي تضر بأبنائنا في سوريا وفي غيرها، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.